وين المكتوب؟ عن أي مكتوب عم تحكي يا باشا؟ عن المكتوب يلي إجا من سمو الأمير بيزيد يا سوكولو. احكي. ما عندي علم بهيك مكتوب يا باشا. أصلاً ليش لحتى يوصل لعندي؟ أنت مفكر يعني أنه بيصير شي بهالقصر من ورا ظهري بدون ما أنا أعرف فيه يا باشا؟ أولاً وأخيراً رح أعرف بهالمكتوب وبكل شي عم تخبيه عني، وأدعي لربك ما تكون شغلة كتير مهمة يا سوكولو. الحمد لله، بما أنه لهلأ ما إجا ولا خبر من اسطنبول، معناتها سوكولو تصرف بموضوع مكتوب بيزيد. لولا لقمان يا سلطانة كنا وقعنا بنصيبة كبيرة. من اليوم ورايح لازم أنه ننتبه على كل شيء. بيزيد. سلطانة، لقمان أغا من اليوم ما بدي يكون جنبي. هو اشتغل من ورا ظهري وخالف أوامري ومنع رسالتي توصل لمولانا. اقعد جنبي يا حبيبي وهدي لي حالك شوي. بيزيد، لقمان آغا ساوى زينة العقل. المكتوب اللي بعته للسلطان كان رح يدمرك. ببساطة سليم فيه ينكر كل شيء، بس أنت اجيت مع جيشك على ولاية أخوك، مستحيل تقدر تنكر قدام مولانا. ويلي بدي إياك تعرفه، أنت وأخوك سليم قطعة من روحي، وبتمنى من كل قلبي أني ما أخسر ولا واحد منكم. أنا من قلبي دعمتك ورح ضلني بجنبك، بس لا تتوقع مني أني ساوي شي شغلة بالمستقبل ممكن أنه تضر بأخوك سليم، مستحيل. مادام هيك اسمحي لي يا سلطانة أني أرجع على ولايتي. بالأول رح تقعد مع سليم وتتصالحوا، المفروض ننهي هاي القصة. أنا مو قلت لك لا تطلعي من غرفتك؟ الله يوفقك، اسمعني، اوعى تصدق اللي قالوا لك يا. يعني معقولة أنا بدي خونك؟ أنا كل همي إنه أحميك وأحمي أولادنا. نوربانو روحي على غرفتك. طالما هيك فرض علي العقوبة اللي بدك إياها. إذا بدك تقتلني أنا موافقة، بس الله يخليك لا تبعدني عنك أبدا. والله بجن إذا بعدت عني. نوربانو روحي من وشي. سمو الأمير، لو رحت على قصر العاصمة بدل ما أجيت لهون، صدقني كان سمو الأمير سليم ما نجي أبدا من العقاب. لا تحكي كأنه ما بتعرف شيء. كان سليم رح ينكر، ومولانا السلطان مثل العادة بيصدقه وما بيصدقني. حسب علمي يا سمو الأمير، هاي البنت بتكون آنا أخت لديما خانو. تشبه أختها كتير. ما رح سامح سليم أبدا يا لقمان، وخاصة إنه استغل مرة وطفلة بريئة ليحقق هدفه. هو كيف بيساوي هيك شغلة؟ والله ما لي قدران أفهم هالشي.
صحيح نحن بعدنا عن بعض ووظيفتك صارت عند سليم، وعلى الأغلب هو حاول إنه يلعب بعقلك، بس أنا بثق فيك بشكل كامل. مزبوط هالشي يا مصطفى؟ فيني أثق فيك؟ أنا طول عمري بخدمتك يا سمو الأمير. ممتاز، أنا بعرف إني أهملتك وما سمعت نصايحك كتير، بس من اليوم ورايح رح حاول إني استفيد من خبرتك وتجربتك. أدخل. سلطانة. عود. يا ريت في عندي شي طريقة لأمسح اللي شفتي وقت اجيتي لهون يا سلطانة. يا ريت يا سليم، بتمنى. وبظن انه ما في داعي يعرف مولانا السلطان بهالحوادث التافهة اللي صارت معنا، مو هيك؟ الشي اللي عملته يا سليم انت واخوك خطأ كبير ومو ممكن انساه، بس انت معك حق، مولانا السلطان ما في داعي يعرف بهالموضوع، بس بشرط بدك توعدني انك رح تساوي كل شيء انا بقلك عليه وما بتتصرف بنوب على كيفك. ادخل. هلأ فهمت ليش طلبتي تشوفيني يا سلطانة. برجع بعدين سلطانة. بيزيد، عود. لا تحاولوا تختبروا صبري أبداً، وهالخصومة صار لازم تنتهي. سليم، رح تطلب العفو من بيزيد. أنا ما ساويت شي بيتطلب العفو يا أمي، بس مشان الصلح ومشانك بطلب العفو. يلي بيسمعك بيقول إنك مظلوم يا سليم، لا تتعبي حالك معه سلطانة. أنا عم بحاول يا سلطانة، بس مثل مو شايفة هو كتير عدواني. بكفي، اسكتوا واسمعوني، حطوا عقلكم براسكم، غصب عنكم رح تتصالحوا انت وياهم قدامي قبل ما اروح. لازم تنسوا كل المشاكل والخلافات يلي بيناتكم، كتير من الأعداء بيوم من الأيام بصيروا أصدقاء، وانتوا أخوة ما انكم أعداء. والله بعرف يا سلطانة وفهمان منيح، بس للأسف الإنسان إذا فقد ثقته بحدا مرة واحدة مستحيل إنه يرجع يوثق فيه مرة تانية، ومع هيك رح أتقبل العملة الوسخة اللي سواها سليم معي، بس إذا بيرجع بعيدة وقتها ما رح يقدر ولا واحد بالكون يوقفني. هو ما رح يرجع يغلط معك مرة تانية، أنا بضمن هالشي. في شغلة كمان، الجاسوسة اللي بعتها سليم على كوتاهيا إلى أخت صغيرة هون، والمطلوب إني أخذها معي لهنيك. شو هدفك من هالشي؟ مو على أساس هديك الجاسوسة بس تولد ابنك رح تعدمها يا بيزيد؟ ما عندي أي نية إني أعفي عن هالجارية، بس للأسف هالمسكينة مجرد ضحية، ساوت اللي انطلب منها لحتى تنقذ أختها، ومن حقها أنه تشوفها بآخر أيامها. أصلاً إذا ضلت هون رح يقتلوها، ولهيك بدي إياها تروح معي. وهلأ اسمحي لي. أنا ماني مستنظف القصة. خلصنا بقى، ساوي اللي طلبوا منك، روح وعطي البنت.
أنا رح التزم بقرارك يا سلطانة، بس بيزيد رح يخلف بوعده، وإذا حاول يعمل شي من ورا ظهري وقتها رح أتصرف. أنا ما بشك بيزيد بنوب، هو رح يلتزم بالصلح. المهم إنه أنت ما تخلي الشيطان يوسوس براسك وتقلع هديك الشيطانية اللي بالحرم لك. دير بالك على حالك، كل خطوة خطأ بتخطيها ما رح تضر سليم بس، ورح تضرك إلك كمان. سليم، اوعك تنسى الشي اللي قلته يا ابني، المرة الجاية ما في مجال للعفو. أخيرا راحت، أكيد سمو الأمير بعد مدة قليلة رح ينسى كل شيء قالت له. يا سلطانة لا تكوني كتير واثقة، سمو الأمير الحمد لله أنك أجيت. نور بانو أنا ما سامحتك، كنت مخبر جلالته أنه إجا الوقت ليستلم الأمير مراد ولاية، وهو وافق عينه على ولاية أيدن، وأنت رح ترافقي لهنيك. الله يخليك سليم، لا تبعتني لهنيك لأنه رح يقتلوني أول ما بوصل. السلطانة كانت مصرة بدراسك، بس أنا هيك أنقذتك بعد اللي ساويتي، مو المفروض تبقي عندي. صدقيني هيك أحسن للكل. في شي يا باشا؟ سمو الأمير، في موضوع حابب أحكي فيه معك، مهم وضروري كتير. استناني هون يا غضنفر. ايه يا باشا، عم بسمعك. سمو الأمير، حضرتك طلبت مني انه انسى ماضيي وعلاقتي مع الأمير بيزيد ووقف بجنبك وساعدك. صحيح، وعرضي لساعته بمحله، ان شاء الله اذا وقفت بصفي رح تاخد اللي بتستاهله واكتر. وبعد تفكير كتير لقيت انه اترك الأمير بيزيد مو شي سهل، لكن مانو مستحيل. أنا فكرت جدياً بهالموضوع بعد الشيء اللي عشناه مؤخراً. من اليوم ورايح عيوني رح تشوف مشانك، أداني رح تسمع لألك يا سمو الأمير. يعني إن شاء الله أنا رح ساوي كل شيء بقدر عليه لتوصل للعرش. قرارك سليم يا باشا، إذا أنا استلمت العرش أنت رح تكون جنبي. جلالة السلطان، مولاي حاكم العالم، أبي الغالي، أعذرني ولكني مضطر أن أكتب لك هذه السطور. ولا قلت وجب علي؟ بيكون أفضل يا سمو الأمير، أو إذا بدك ممكن أنه نكتب للأسف وبسبب ما فعله أخي سمو الأمير بيزيد معي
قررت إخباركم بالأمر. إن أخفيته عنكم فأنا بذلك أستغفلكم. منيح. طبعا كتبت إنه جمع جنوده وهجم على قصري وكان هدفه يقتلني، ما هيك؟ طبعا يا سمو الأمير. وعلى فكرة بخصوص السلطانة نوربانو، قراركم بإبعاد عن مانيسا كان موفق بمحله يا سمو الأمير. السلطانة هياما الفترة مو حابتها أبدا، فهيك أفضل. إن شاء الله يوصلوا على أيدهم بخير وسلامة، وما بخبي عليك من هلأ مشتاقلهم. مبدئيا خليها تمر هالغيمة وفيهم يرجعوا بعدها، وقتها أنت بتكون الكسبان. سليم ما رح يوفي بوعده يا فهد، بأكد لك هالكلام. للأسف معك حق، نوايا الأمير صارت واضحة وما بتطمن. المهم إنه سموك تكون دائما حذر منه وتعدل الألف قبل أي حركة. آخر همي تصرفاته، لازم يشكر أمي اللي أنقذته مني، لو ما إجت كنت ورجيته قيمته. مع أنه أنا بعرف في حال لا سمح الله انتقل مولانا السلطان لرحمة ربه، أمي رح تدعم الأمير بيازيد ليستلم العرش. وأنا وظيفتي أمنع هالشي يا سمو الأمير، لا تقلق، هالمكتوب رح ينفعنا. متأكد من هالشي؟ الغلط صار ممنوع؟ فيك تكون مطمن، سمو الأمير بيازيد وقت يقرأ هالمكتوب رح يعصب ويحتد ويتصرف بشكل متهور، ونحنا بدون أي تأخير دغري منتحرك ومنعطي خبر لمولانا. سموك بتكون بهالطريقة كسبت أول شي رضا والدتك لأنك هيك وفيت بوعدك، وتاني شي سمو الأمير بيزيد رح ينزل من عيون السلطان ويقل إعجابه فيه. وما تنسى إنه ثقة مولانا بالأمير بيزيد بالأساس ما ثقة كبيرة، وبصراحة بعد يلي رح يصير هلأ رح تكون معدومة. طول الوقت عم بمشي بالطريق الغلط، بس من اليوم ورايح وفضل نصايحك حأمشي صح إن شاء الله. إن شاء الله يا سمو الأمير، لأنه نحن لعبنا اللعبة بطريقتهم. الأمير بيزيد رح يواجه غضب مولانا السلطان مثل ما صار مع المرحوم الأمير مصطفى، وإذا وصلنا لهالمكان تأكد إنك بوقتها رح توصل للعرش. وجه قوسك، اسحب، ضرب، تحسن واضح. على هالمعدل رح يلاقي الأمير بيزيد جنبه وحشين جداد. أمرائي منكمل بعدين، بعد إذنكم. خير، من وين الرسول؟ من مانيسا، ومصطفى باشا هو اللي بعتني في رسالة لسمو الأمير بيزيد. هات، أنا مساعد الأمير. مو ممكن، ضروري سلمها باليد لسمو الأمير بيزيد. سمو الأمير، مصطفى باشا بعت لكم رسالة. خير إن شاء الله. سمو الأمير بيزيد، أخاك الأمير سليم بعث برسالة لمولانا يخبره فيها عما حصل بينكما مؤخراً، ليظهر بذلك أنه الابن الصالح وبأنك المتآمر الخطاء. لقد منعت الرسالة من الوصول للسلطان وأرسلتها إليك كي تراها بعينيك. أنصحك وعلى الفور بأن تراسل أخاك الأمير سليم لتحذره من هذه الأعمال وتجد حلا جذريا لإنهاء هذه المسألة.
متوقع انه رح يعمل هيك. يعمل شو يا سمو الامير؟ الموضوع ما بقى ينسكت عنه يا فهد. سليم صار لازم ينحط له حد. وبرايك شو الطريقه؟